يقول كيف تقضى صلاة الجنازة إذا لم أدرك التكبيرة الأولى وأدركت الثانية؟ إذا أدركت الإمامة في الثانية فتجعلها الأولى لك فتقرأ فيها الفاتحة، وإذا كبر هو للثالثة صارت هي الثانية لك فتصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كبر هو للثالثة ليسلم تكبر أنت الثالثة وتدعو للميت وتجز الدعاء قبل رفع الجنازة قدر وسعك، ثم تكبر الرابعة وتسلم.